وللمزيد حول صراع الأحزاب الطائفية على المناصب بعد إعلان الكاظمي موعد الانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أنطاليا أستاذ القانون الدولي الدكتور عامر الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك وبقناة الرافدين بالأخوة المستمعين، شكرا جزيلا. دكتور عامر، تحالف سائرون يقول إن جهات سياسية لديها نية لاعتماد قانون الانتخابات السابق، ما الفائدة التي ستعود على البعض من تثبيت هذا القانون برأيكم؟ شكرا. الحقيقة كما علمنا أن موعد الانتخابات أعلن عنه يوم 6 حزيران 2012 طبقا للمادة 64 دستور، بأن يتولى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بحل البرلمان وإجراء انتخابات على أن تكون نزيهة. ولكن أخي، مو المشكلة بإجراء انتخابات، المشكلة أنه في سيطرة الأحزاب السياسية والمليهات الطائفية على الوضع العام بالبلاد، والتي لا ترغب بإجراء انتخابات مبكرة وكما حددها موعد الكاظم. لماذا؟ وذلك للمحافظة على مكاسبها وامتيازاتها المالية ومناصبها الإدارية. كما لا نعتقد أن الأحزاب في السلطة وميليشيات سوف لن تمارس النصب والاحتيال والتلاعب بأوراق الناصب أو التزوير. نعم. طيب، منذ إعلان على الانتخابات المبكرة وعمل البرلمان على تعديل القانون المنظم له أو لهذه الانتخابات، والصراعات على الدوائر وتقسيمها تحديدا هو مبدأ أو أس الخلاف بين شركاء العملية السياسية، لماذا باعتقادكم وما الهدف الذي تسعى إليه تلك الأحزاب؟ نعم، هناك خلافات ومنظفات بين الأحزاب السياسية والكتل والميليشيات الطائفية المسلحة الغير منضبطة، ولكن من المهم والمطلوب أيضا أن تجري الانتخابات بصيغ ديمقراطية بعيدة عن أساليب غير قانونية أو التلاعب بنتائج التصويت، كما ترغب أو ترنو شعوب العالم إلى الحرية والديمقراطية والمحافظة على استقلالها وحرياتها وتسيير مصالحها نحو الأفضل في التنمية الاجتماعية. لذلك نرى أن الميليشيات الأحزاب السياسية ما زالت تتقاتل وما زالت تحاول المحافظة على مصالحها الذاتية من خلال تحكمها ومن خلال سلطتها في البلد. طيب دكتور عامر، إذا كان كل حزب من أحزاب العملية السياسية يسعى لأكبر مكاسب له من هذه الانتخابات، هل تعتقد أن يؤدي ذلك إلى نزاعات بين تلك الأحزاب أم أن المحاصصة ستحكم تطلعات كل حزب في النهاية؟ نعم، ما زالت الخلافات والصراعات والتباين في الرؤى والطروحات بين هذه الأحزاب. كما قلت أن الأحزاب لا يهمها إلا أن تكون نتائج الانتخابات في من صالحها، وبذلك الأحزاب دائما ما تحاول أن تسلك سلوك غير قانوني في التلاعب على أن نتائج الانتخابات في التزوير أو الوعد أو الوعيد، بحيث تكون الانتخابات غير نزيهة ومشوهة. ولذلك أنا أقترح في هذا الموضوع هذا ومن خلال قناتكم الكريمة أن تكون هناك منظمات حقوقية إنسانية، ولا بس من تكون الأمم المتحدة، أن تشرف على هذه الانتخابات لكي تمنع التزوير والتلاعب وكل الأمور الغير قانونية التي سوف تنتهجها الأحزاب والميليشيات، لكي نطمئن على نتائج حقيقية ليس فيها تزوير أو تلاعب من الأحزاب الحاكمة حاليا في البلد. الأحزاب أخي ما يهمها إن كانت دوائر مغلقة أو غير مغلقة أو محافظة أو غيرها، المهم الأساسي وطموحها واللي تفكر به هو المحافظة على نتائج من صالحها، وحتى وإن كانت بالتهديد بالوعيد بالرشا بالتزوير بخلق القانون. وهذا ما شاهدناه كثيرا في الانتخابات السابقة التي جرت في العراق، وخاصة في الانتخاب الأخير وفي الانتخابات الأخيرة، أنه لم يشارك المواطنين 20% بهذه الانتخابات، وهي انتخابات
غير صالحة، نعم، غير مقدرة على رأي الجماهير وطموحها، لأن الشعوب دائما ما تطمع إلى التنمية والرقي والمحافظة على سيادة البلد وأمنه واستقراره. ولكن أنا هنا أقترح معالجات قبل إجراء الانتخابات أهم. هذه المعالجات هي حل الإشكالات اللي يمر بها البلد. نحن لسنا بحاجة انتخابات أن يفوز فلان حزب أو فلان حزب أو فلان كتلة أو فلان شخص. نعم. المهم في الموضوع قبل الانتخابات أن تجري الدولة مكافحة في الفساد المالي والإداري، حل الميليشيات الطائفية المسلحة التي عافت بالأمن فسادا وانتهاكا للحقوق وللكرامات وللإنسانية والقانون. أيضا هناك أمور مهمة، معالجة النازحين، معالجة المغيبين، المعتقلين، المشردين، أيضا معالجات أخرى يفترض أن تقوم بها الدولة وتعطيها اهتمام عالي ومخلص وحقيقي، هو فرض سيادة القانون لتحقيق الأمن والاستقرار والشعور. يعني احنا شنو الانتخابات ولا أمن ولا قانون ولا فوضى وميليشيات ومنظمات مسلحة خارج القانون إلى آخره. إذا من الضروري إذا أردنا انتخابات فعلا نزيهة وحقيقية تحقيق مصالح الشعب. تحقيق مصالح الشعب، وألا تكون دكتور عامر، ألا تكون المحاصصة هي الحاكم لهذه الانتخابات؟ إذا كانت المحاصصة ستكون الحاكم وهذا هو المتوقع لهذه الانتخابات، فماذا قدمت المحاصصة للعراق خلال 17 عاما حتى الآن؟ يا أخي لم لا المحاصصة ولا الميليشيات أبدا ولا أي دورة انتخابية قدمت مصلحة للشعب. أعطيني أي مصلحة، أي مشروع قدمتها المحاصصة أو مجلس النواب أو مؤسسات الدولة التنفيذية والإدارية في الصناعة، في الزراعة، في التنمية الاجتماعية، في حقوق الإنسان، لم تحقق أي شيء. المحاصصة أو غير المحاصصة يجب أن ننظر للأمور نظرة واقعية. النظرة هاي التي تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب قبل كل شيء، قبل الانتخابات، قبل الإشكالات، قبل الخلافات الحزبية، النزاعات. إذا علينا معالجة الوضع السيء، الوضع الاقتصادي السيء، الوضع السياسي السيء. علينا إلغاء كافة التشريعات المجحفة، إسقاط العملية السياسية والانتخابات، العملية السياسية التي فرضها المحتل الأمريكي الذي دمر العراق في بناه، في 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 مستقبله، في حاضره. أيضا المجلس النواب لم يقدم شيء، وعلينا أن نلغي مجلس النواب. ما هو دوره وما هو فعاليته في تقديم خدمات المجتمع للشعب العراقي؟ الشعب العراقي ما زال يعن وتحت وطأة الفقر والجوع والظلم والانتهاك. شكرا. شكرا لك دكتور عامر الدليمي، كنت معنا من أنطاليا.